ابو نعناع مع حجر مزاج الخير بعد السمك يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشاننا بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجالة دي رقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، انت عايزنا بيع بره تسعيرة السوق يا معلم يا رجالة. ايوة فندينا، احنا برضو رجالتك ولينا عشان فيك. احنا عايزين ناخد البضاعة بسعر المرة اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله، ما هو انتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعة ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومة 3 خرفان من خيرة الرجال عشان ادخل البضاعة دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا برا واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعة. واحنا برضيك لينا سككنا. خلاص جيبها انت بقى كلها من برا، ويبقى من دقنه وفتله وفضها سيرة. ايه ده بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخده وعطى. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعة مقشرة لغاية عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعدة بقتش تلز، بقت سحابة مغيمة وطيرت النفسين. يا فندينا احنا برضو رجالتك وما هسيبك. تسمعوا الكلام؟ حاضر يا فندينا حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد بس اقعد. اسمعوا المفيدة يا رجالة، اللي عايز منكم يكبر ويكسب الطاعة 10 يوسع النشاط ويفتح دواير جديدة، يفتح دواير جديدة. سيبوكوا بقى من شغل النوادي بتاع التمانينات ده، خشوا على الجامعة، على الجامعة، على الكافيهات، السايبر اللي هو بتاع ال... أيوة عارفين عارفين. الأماكن دي كلها منفذة على بعضها وأربابها جاهزين وعلى المفتاح، واللي هيخش منكم بقلب جامد ليه عندي الحلاوة والمكافأة، وكل واحد على قد اجتهاده، ويتوب علينا ربنا. الفاتحة. لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا، راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنة من على الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران، الكيميا غيرته، ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس؟ خميس بقى يا كمان؟ خميس ده ابني انا اللي مربيه، كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني. كنتش عارف انه هيجي يوم ويرميني الرميه دي ويعيرني باللي راح، وضاويه سنداه واقفه في داره بتحميه وتشجعه، كل اللي يهمها انه يكبر ويسيطر على السوق ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من ست ضاوية. باشا مين؟ ده انت مش فاهم حاجة، انا كنت فاكرك بدران، لعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاوية ورسمها، قلبت على الباشا ذات نفسه لما رفض خميس يدي كتف للنوح وطلعه من السوق وسلمه للحكومة تسليم أهالي. خميس اللي مكاوب مرة غادر يغدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق صدق يا بدران، خميس النهارده بقى غير خميس بتاع امبارح خالص، كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه، عشان كده لازم يخلص ممنوح. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح نعم زيح، لدرجة اني بفكر اشتغل
مزيح في الإزاحة. القلب المحبي لتمة عيونه بدران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما مكتوب. ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضهير وشطارة. شوق شكلها عامله لك بدل العمل 10 يا معلم. عادي يا ست شادي، صديقي وقريب قوي من قلبي، مع ان فرق السن بيننا كبير قوي بس بحبه. ايه مالك اتنفضت كده ليه؟ ده احنا ضيوفك يا راجل. سوري مش قصدي. ازيك يا شادي؟ عامل ايه دلوقتي؟ للاسف لسه عايش. للاسف لسه عايش. تحس ان مسلسلات يا قوي. اقول لك ايه، ما تخليش الدكتوره تاخد عنك فكره مش مظبوطه. دكتوره؟ صيدلانيه عشان ما تفهمش غلط. اظن دي كانت بالنسبه لك كنز الكنوز، ها؟ قبل العلاج. ايوه كده يا شادي، وريني وشك الحلو على طبيعته والابتسامه اللذيذه دي اللايقه على سنك. انا اتخنقت من القعده هنا، كل بص على المكان ده احس ان انا ميت ومدفون فيه. شادي انت هنا عشان تخرج تعيش مش تموت. وعلى فكره انت الوحيد اللي في ايده القرار ده، لا دكاتره بقى ولا تحاليل ولا حتى اهلك. والله ما كنت اعرف ان الهباب ده هيوصلني هنا. يلا منهم لله اللي كانوا السبب. بقول لك ايه يا شادي، ما تعلقش اخطائك على شماعه غيرك، انت اللي عملت في نفسك كده، وانت اللي جبت نفسك لحد هنا بسبب الهباب اللي كنت بتاخده ده. ده انا كنت باخده عشان اعرف اسهر واذاكر. طب سيبنا خالص من الموضوع ده، قول لي يا شادي بتحب؟ انا ايه مالك كذبت كده ليه؟ ما ترد، بتحب ولا ما بتحبش؟ بقول لك ايه، احنا بقينا اصحاب وستر وغطا على بعض، بتحب ولا ما بتحبش؟ ايوه. امال هي فين؟ اول لما عرفت ان انا هنا اللي عملته قطعت علاقتها بيا. اسمعني يا شادي، انا مش عايزه اوجع دماغك بنصايح اتقالت لك كتير قوي من كل اللي يعرفوك. انا بس عايزه اقول لك حاجه حطها حلقه في ودنك، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تخسر الناس اللي بتحبهم وبيحبوك. صدقني، وانك تفضل مرمي في مكان زي ده ما انتش طايقه وحاسس انك ميت فيه. صح؟ يا صباح الفل على احلى بنوته في الدنيا. ايه الصباح الجميل ده؟ مين يا فتنة؟ سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا ابو فتنة؟ اهلا يا خميس يا ابني. اهلا اهلا. انا قلت بقى ايه، اجي اصطبح بوش تونه الجميل ده قبل ما اروح اشوف رزقي، قلت اجيب لها بقى الكنافه المحشيه اللي هي بتحبها عشان تذاكري بمزاج وتجيبي اعلى نمر. ايه ده معقول؟ هو انت لسه فاكر ان انا بحب الكنافه؟ امال مش بس الكنافه، ده في كمان بقى ايه، جبت لك القماش ده. بص الحته دي بقى اول ما شفتها قلت دي اتعملت علشانك. تعمليها بقى بلوزه، تعمليها فستان، فانيلا، ستاره لامك. براحتك بقى، المهم يكون يعني ايه ذوقي عجبك. والله دي لونها حلوه قوي. جمالك كترت قوي يا فندينا. اعوذ بالله اعوذ بالله. جمال يا ام فتنة، احنا في بينا جمال؟ امال فين عم زغلول؟ راح يشوف اكل عيشه. مش كنت تقول يا فتنة ما نصحش نخش برضه راجل البيت مش هنا، احنا ولاد بلد ونفهم في الحاجات دي كويس. وانت ازيك يا ام فتنة؟ الحمد لله الحمد لله. طيب استاذن احنا بقى، ما تخليك قاعد شويه. هو ما يصحش نقعد عم زغلول مش هنا، هبقى افوت عليك تاني، بس انا عايزك تذاكر كويس. اعلى نمر اعلى نمر. ها؟ والمكتبة دي أنا هسمعها لك كلها، كل دي كتب. عايزة حاجة؟ ميرسي. إيه؟ ميرسي. عالم نور برضو. قوليها تاني كده. ميرسي. خطيرة، خطيرة والله. هنا للزز دلوقتي. السلام عليكم. هاي باي. بقول لك إيه يا أم فتنة؟ نعم. الكنافة دي لفوتنا لفوتنا. ها؟ وبيسلم لنا على عم زغلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بيت؟ بتضحكي على ايه؟ في شغلانتنا دي مفيش حاجة اسمها حق،
إنما في حاجة اسمها مصلحة. اشرب القهوة يا متر. أصل أنا متعود ما اشربش بالنهار، بحافظ على صحتي، وبيقولوا إن القهوة بتنظم ضربات القلب. بس أنا مش ناوي بيع خميسه. مين قال نبيعه؟ أنا قلت نبيعه؟ هو قال نبيعه؟ أنت قلت نبيعه؟ إحنا مش هنبيعه. أنت هتشتري نفسك، هتشوف مصلحتك، هتاخد اللي في القسمة. أنت إمتى حطيت إيدك في إيد النوح؟ برافو، سؤال مهم وأنا متوقعه من محامي شاطر زيك. اسمعني يا متر، أنا مع اللي يقبجني ويعرقني. Give me money, I give you anything. النوح جالي لحد هنا وعرض عليا كتير، أرفض أنا؟ أتبطر عن النعمة؟ هخسر كل حاجة وبرضه مش هيسيبني. يا متر، لو حد من الكبار اختارك عشان تبقى معاه لازم تبقى معاه، لأنك لو رفضت ساعتها هيفرمك. إحنا غلابة بنلم من تحت رجليهم السبارس. You know سبارس؟ وزي ما قال افندينا كله شمال. برضه افندينا لو عرف مش هيسيبني ولا هيسيبك. وايه اللي هيخلي افندينا يعرف بحاجه زي كده؟ طول ما احنا ماشيين في الخير خلاص. بس خميس خيره عليا، والعمروتي خيره عليك، والنوح برضه هيبقى خيره عليك. بعدين أنا عايز أسألك سؤال، أنت خرجت خميس من حبل المشنقة ولا لأ؟ خرجته، عمل معاك إيه؟ إداك قرشين زيك زي أقل صبي عندك، وأنت خدتهم ورضيت. لولا العمروتي واقف في ظهرك ما كنتش بقيت في العز اللي أنت فيه دلوقتي. والبحر يحب الزيادة. قول للنوح اللي عايزك. اهلا بيك في العاصمة. ويلكم ان ذا كابيتال. انا لقيت لك السكة اللي تجيب لك خميس لحد عندك بيضة متقشرة، تعمل فيه ما بدالك، بس الأول أعرف مكسبك إيه. جرالك يا رمان، هو إحنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص اتفقنا، اللي هتطلبيها تاخديه. بس افهم الاول ايه اللي في دماغك. يا واش يا واش، بالراحه عليا كده، ما تتحمقش قوي. بص يا ابن الناس، اللي هعمله ده هيخسرني خميس العمر كله، وبعد ما كان فيه شويه امل قد كده انه يرجع لي مش هيبقى فيه خالص، يعني بح، وهبقى لوحدي كده عريانه في الطل. عشان كده لازم امن روحي بسفريه، بشويه فلوس، اي حاجه. عايز اسافر يا رمانه؟ في مكان انت ترتاح له ويكون ليك عيون فيه، اهو منها شم نفسي شويه ومنها ابقى في امان. ولما تخلص على خميس بقى وتبقى سيد السوق من تاني، تبقى تيجي تشق عليا وتشوف طلباتي. ماشي، انا موافق، بس افهم ايه اللي في دماغك الاول. بيسا جايه دلوقتي. بيسا؟ وايه اللي هيدخل بيسا في حوار زي ده؟ احنا كده نتشم ياما. بقولك بالراحه ما تتحمقش عليا، اول ما تيجي خش انت جوه واسمع هقولها ايه. انا مش فاهم انت عايز توصلي ليه. ما انت لما تسمع انا هقولها ايه هتفهم كل حاجه. اهي جت اهي، يلا خش بسرعه، خش واوعى تعمل اي صوت عشان ما تعرفش ان انت هنا وتهرش. يلا خش بسرعه، خلي اللي في دماغي يظبط. ماشي يا رمانة، اما اشوف اخرتها معاك. بسرعه، يلا بسرعه. خير يا ست رمانة؟ سيبتي مفاصل يا اختي. تعالي يا بيسا. عيني خير؟ أنا عايزة أطلب منك خدمة. يا خبر أبيض، ده أنتِ تأمريني يا قبلتي. خميس وحشني موت، وهتجنن وأكلمه. تاني يا أبلة، هنعيده من الأول تاني. معلش عشان خاطر قبلتك، أول ما أقول لك تبقي تكلميه في التليفون وتقولي له اللي هقول لك عليه بالحرف. عينيا حاضر، أمريني. حبيبة قبلتك. أول ما شفته قلت ده اتعمل عشان يتلف حوالين الرقبة الزبدة دي. يا ابني الايه؟ بتعرف تاكلني كده ازاي؟ وبعدين بقى مش قلنا بقى محدش يحس بحاجه، وبعدين الحصان واقف
حد يشوفنا يسمع حاجة مش طول دوش. ما انت اللي بتقول كلام يدوخ يخلي الواحدة مش حاسة هي فين. تنجزي بقى، انا عايزك تنجزي في الحوار بتاعنا ونخلص عشان نخلع من هنا. وحياتك اللي هجيبها لك خالصة مخلصة. يتوب عليك يا ربنا. ويتوب عليك. شو الخال؟ جيت في وقتك، جيت في وقتك يا خال. اهو يلا اسأليه، اسأليه اللي كنت بتسأليهولي من شوية قبل ما يجي. ولا انت هتيجي من وراه تقولي وتيجي قدامه بقى؟ يلا قوليله. اسأله على ايه؟ على ايه؟ اللي كنت بتسأليني عليه من شوية. اخ منكم، اخ اخ منكم، يتوب عليكم ربنا. من اذن يا خال. اتفضل يا اخويا. يا شو كنت عايز اسال على ايه؟ تعالى عايزك في موضوع مهم. عارفه يا وليه، محدش بيظبط لي القهوه الا انت، عشان كده انا باقي عليك. يبارك لك يا حاجه، اهو حاجه بناكل منها عيش وخلاص. ارزاق ومقسمها ربنا، ما هو لازم يكون لك فايده، ولا عايزه تعيشي سفلقه؟ يو يا حاجه، يا فرقه معاك ده، انت ام الكرم كله. ايه مالك دبلانه كده؟ حاسه انك عايزه ترجعي يعني نبارك؟ الظهر يا حاجة الكوابيس رجعت لها من تاني. ابقى اضغطي كويس ولا قللي في الأكل. شرابية؟ نعم يا حاج. قوم اعملي لها ليمونات. حاضر يا حاج. تعال اقعدي. ها قوليلي شفتي ايه؟ أبوكي تاني؟ سيبي عظم التربة مطرحه، ما تنبشيش القبور، خليه مدفون باللي فيه. بشاير يا بشاير، فين البرشام بتاع الصداع؟ عندك في درج الكومودين. بشاير، انت يا بشاير، ايه في ايه؟ مالك بتزعق لي؟ ايه ده ست هان؟ ده برشام. برشام؟ تعال. مش عارفه ايه ده؟ ده ترامادول، مخدرات يا ست هان، مخدرات في بيتها. نهار أبوك أسود، نهار أبوك أسود، ترامادول في بيتي والمصعب معروف إنه مخدرات. أمال فاكراه إيه؟ ملبس ولا حلاوة المولد؟ قالوا لي المسكن بيخفف الألم. ألم؟ وأنت لسه شفتي ألم؟ ده أنا هخلي كل حتة في جسمك تقول قايم الألم. وجبتيه منين يا بنت؟ نادي جارتنا هي اللي اديتهولي.
قالت لي انه بيسند في وقفه المنطق والجري ورا العيال طول اليوم، ولقيته نافعني. دي بالك كتير؟ هو انا فاكره وانا بقيت عارفه راسي من رجلي. انا خلاص تعبت وتهد عيني وتقطع وسطي، اخرت ضرب ومرمطه وقله قيمه. كنت عشان خاطر حته برشامه خدتها عشان تسند طولي في القرف اللي انا فيه النهارده. رمانة موجودة؟ باشا أنا قدامك أهو. إيه الحلاوة دي؟ إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده يا رمانة؟ مفيش يعني، اصلا انا كنت. الله مالك متخشبه كده، ما تيجي تقعدي. لفه كده ليه يا رمانة؟ كنت رايحه تزوري حد من اهلك ولا ايه؟ حسب علمي ان انت مقطوعه من شجره وما تجيش اهل خالص. كنت رايحه فين؟ لا خالص، اصلا يا باشا كنت رايحه اوفي نادر. بيوفيه بعدين. هو في ايه يا باشا؟ مفيش، هفتي عليا وعارف انك مش رايحه الكباريه، قلت اجي انا. انت لسه ما عملتيش كاس لغايه دلوقتي ليه؟ ده حتى بيقولوا اكرام الضيف ساقيه، ولا نسيتي؟ لا خالص ابدا. حاضر عينيا. لحظه واحده، مفيش المكالمة دلوقتي. رمانة يلا بقى ما تيجي. أيوة حاضر جاية. حاضر خلاص هفهمك بعدين، اقفلي دلوقتي. يلا سلام. يعني إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ بومبا يعني؟ بقول لك إيه؟ أنا ما عجبنيش الكلام ده، فهميها كده. أنا ما حدش يقدر عليا. فهميها إنها تنجز، أنا مش هستنى كتير. سلام يا أختي. رزق واد يا رزق. عمر يا معلم، عمليه النهارده في شنك. سك على اللي عندك. يعني فضها ولا على رنه منك؟ على رنه. ايه وز قدامك؟ انت عارفه يا رمانة، أنا ماليش في الغصب، كل حاجة عندي كيف ومزاج، بس بمزاج أنا. يا باشا ومزاجي قال لي إن أنا أجيلك لغاية هنا النهاردة. أنت نورت بيتك ومطرحك، ده كله من خيرك، إحنا نقيد لك صوابعنا العشرة شمع. الله على نقيد لك دي، الله أموت في البلدي. أنت عارفة البنت اللي اسمها بوسي مجتهدة قوي، هتموت وتاخد مطرحك في كباريه، بس كئيبة. هو كل حي بياخد نصيبه. الله على نصيبه، أموت في الكلام البلدي ده. أنت عارفة يا رمانة، أنت صنف تاني من حريم، صنف يندر وجوده، صنف يتاكل على فترات، لما الواحد يبقى ليه نفس الأكلة. وانا النهارده نفسي قوي في الاكله. يا باشا انا غلبانه وماشيه جنب الحيط. الله على جنب الحيط دي. اموت في كلامك البلدي ده. قولي تاني، قولي لا مؤاخذه، قولي قلتيش معاك.
قولي استورني. يا باشا مش انت بتقول كله بالمزاج؟ يبقى مش بالغصب. وانا النهارده مزاجي فيكي بقى. سيبني 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 يا باشا يا باشا سيبني، قلت لك سيب. لو قربت مني هعوز نفسي. هتخزي؟ مش بقول لك البلدي جميل، بس عشان الجو البلدي ده يكمل خش هاتي بابور جاز ودلوق الجاز على نفسك وولعي فيها. صحيح البلدي يوكل بس لما يبقى طازه، مش يبقى حمضان. غزي يا اختي بس غزي جوه. خميس عاوز يبلع الكل في كرشه. النهارده جاي ياخد مني بيتي وبكره هيقش السوق باللي فيه. يرضيك يا بدران نسيبه يبرطع بشكلنا؟ انا جاي اسمع العرض بتاعك يا معلم. ده مش عرض يا متر، ده اتفاق. يعني احنا هنتفق احنا الثلاثه والمكسب باسم العدل. مفيش حد بيشتغل عند حد ولا حد بيجب على حد، والمكسب كتير كتير قوي يا بدران. طب ودور كل واحد ايه في الاتفاق ده؟ انت البطل وكلنا كومبارس صامت جنبك. وبما انك انت البطل انت اللي هتجيب لنا مصارين افندينا، مخازن مصالح المواعيد وخلافه يعني. طب وكده تبقى اسمه تعادل يا معلم انها تكون على ثلاثة؟ امال انت عايزها على كام يا متر؟ لا المثل بيقول ان عشقت تعشق قمر وان سرقت تسرق جمل، ومفيش اكتر من الجمال عندك يا معلم. المثل ده حرام يا متر. استنى انت، طلباتك يا بدران كده ممكن يبقى اول الكلام. ممكن شيز يا متر.
للأسف ما كانش في قدامي حل تاني غير كده. أول ما شفت الشريط في إيديها اتجننت. أنا كنت ممكن أخنقها بإيدي. طب معلش أنا هسألك سؤال، أنتوا علاقتكم الزوجية عاملة إزاي؟ عادي يعني مفيش جديد. مش قصدي، بس العلاقة الجنسية عاملة إزاي؟ ليه؟ أرجوك ما تفهمنيش غلط، إحنا هنا بنحاول نحل أزمة. عادي برضه مفيهاش جديد. 80% من العلاقات الزوجية اللي حوالينا إجاباتها كلها بتبقى عادي جدا، مملة، باردة. العلاقة الزوجية بتتحول بقت عبارة عن روتين. عشان كده للأسف الشديد بنضطر إن احنا نلجأ لمؤثرات خارجية عشان العملية تتم. مفيش إحساس. تقصدي إيه من كلامك ده يا دكتور؟ مراتك حاسة إن هي مضغوطة شوية، حاسة إنها مش في دماغك، إنها منسية، وإنت مش واخد بالك من كل ده. السجاير سعادتك يا باشا. طلبت منك سجاير؟ لا. أنا آسف يا باشا. أنا آسف. يلا. ده مغاوري اللي حكيت لي عنه؟ هو ده مغاوري اللي حكيت لك عنه. أبو وش دبلان ودين بتترعش. تخيل إن كل ده بقى بيحصل وهو سايق العربية. بيبقى سايق وركبه بتخبط في بعضيها. الغريب بقى إنه بينام وهو سايق بسمع شخيره، مع إنه بيبقى مفتح عينه بس مش باص لأي حاجة ولا لأي حد. وبيني وبينك يا دكتورة، مغاوري ما يفرقش كتير لا عن شادي ولا عني ولا عن مراتي. الخطر بيقرب قوي يا دكتورة ولازم ناخد بالنا. إحنا بنعمل اللي نقدر عليه، صدقني. لازم نعمل اللي نقدر عليه. خميس انت دخلتي هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وبقى عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت. مات انا تخرج من البيت ده بلبوصة وبزفة، مات انا تخرج نايم على ظهرك وفي نفوخك رصاصة من مسدسي، تختار ايه؟ سبيل بس مؤاخذة يا سيد المعلمين، اللي جابك هنا بقولنا بس يا ماما، مؤاخذة عريس. وانا جيت في لحظه شهوه كانت بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس، بيتي ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله اكبر. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا معلم استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناقصه كوابيس كمان يا رب. بالشفا. انت كويس؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يخرب بيتك يا خميس. في ايه؟ في ايه يا معلم؟ تلات خمسان جم مع بعض. تلات خمسان؟ وقعدوا على الكنبة. مالك يا معلم؟ خمسان ايه اللي قاعدين على الكنبة؟ في ايه يا معلم مالك؟ اللهم صل على النبي، في ايه؟ انا تعبان. طب ريح. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ريح
اجيب لك دكتور؟ انا محتاج دكتور. يو شوف امي شي ولا لسه. هما مين دول؟ الخمسين. انا بقى شايف ان كل اللي بيحصل حوالينا في الشارع ده لا جهل ولا غباوة ولا فقر ولا بلطجة ولا اي حاجة من الحاجات دي. ايه يا فندينا؟ قلة المزاج. الناس مش متكيفة صح، وطول ما هنا مش مبسوط مفيش حاجة هتبقى عدلة. طب والحل يا فندينا؟ الحل ان هم زي ما حرروا الجنيه، فاكر ما حرروا الجنيه؟ يحرروا الحشيش. الله الله. والصح منه بقى، الصح منه انهم يدعموا الحشيش. الله عليك يا معلمي، كلامك حكم. كان مفترض تترشح للتشكيل الجديد. مش وقته يا زوز، مش وقته، وعندي فترة انتقالية. صح يا بطني؟ انتوا اتسطلتوا ولا ايه؟ انت اتسطلت قد؟ لا. طب وده انا مش مسطول خمس مرات. انا مش مسطول، انا مش مسطول، انا مش مسطول. طب انت كده قد مسطول. انا مش مسطول، انا مش مسطول. ما مؤاخذة يا فندينا، في ناس عاوزينك بره. ناس؟ ناس مين؟ واحدة بتقول معرفة. واحدة؟ كده الحلو كامل بقى يا رجالة. ابعت ابعت. هدي يزدم عليك بس بتقول عايز احداك لوحدك. احلوت بزيادة. ابعت ياض يلا. خد الرجالة في الصحوة بره. يلا يا رجالة. واحنا بره مستنيين معليك. يلا يا رجالة. يلا. أنا مش مسطول، أنا مش مسطول، أنا مش مسطول. أنا مش مسطول، أنا مش مسطول. أهلاً أهلاً أهلاً. أنت مش عارفني؟ مؤاخذة يعني العتب على عتب. إنما نتعرف. لقيتك بتلف حواليا كتير، قلت أجيلك لغاية هنا وأسألك. تعوز مني إيه يا خميس؟ بلف حواليك كتير. أنت مين؟ أنا مطرة. مطر مراد براء النوح. لا، مراد غريب. دي مفتوح لرصاصة الطار اللي محيراكي. مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جايه تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا اماره عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوبايه ميه عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافيه. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي النوح؟ الاثنين يا فندينا. براءه غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيره. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها فاضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفاتحه علي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟
آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوة انا. ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه. عايز نعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا عن نفوخي بقى. لا 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 لا، انت لا يمكن تكوني رمانة اللي انا اعرفها. انت لازم يتعمل لك زار وتترقي. انت اكيد ملبوسة يا اخي. ولا ملبوسة ولا مكبوسة. حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الامانة المهنية بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرف اللي بترفوسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي ايه. وانت بتدهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال عناب. لو البيت تبوسي ايه مزبطاه على التراك اخر حلاوة. طبعا البركة فيك، ما هي تربية ايديك. وانت ما تمرش فيك التربية ليه؟ قصر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانة، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة. فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها تبقي اوب. سلام يا نجمة. مرسي. شكرا دايما. واضح انك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان ايام ما كان فيه مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. ركزوز. تفضلي تفضلي. واو ايه المكان الحلو ده. ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي. انا اتولدت هنا واتفطمت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حياتي؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي. اركبي. ماشي. خميس ده يا ستي التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجه زي كده. ايه اللي انت قلتيه اختراع الجديد؟ يا زوز يا زوز تعال. فوتنا وبوري. عايزة حاجة؟ أصل أفندينا موصلنا نعمل لك كل اللي أنت عايزاه. أنا مش عاوزة حاجة، أنا عاوز أعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفة أنا معرفهاش. ضيفة؟ طب بالإذن لأفندينا يستوعبني ولا حاجة. بالحضن يا ريحة الغاليين. إزيك يا طنط؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة.
تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. ألف سلامة عليك. دي بقى يا ستي ميس فريدة بنت الراجل الكبير الباشا الأصلي. دور يا حاجة. يا لهوي يما، ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك مقيره كده ليه ولو يا بوزك؟ مفيش حاجه، زهقانه قرفانه اي حاجه. لا الحكايه مش حكايه قرف ولا حكايه زهق، كل من بصيتك في البلكونه اللي هتجيب اجلك. اديني سايبها لك وسايبه لك الاوضه كلها. استني عندك هنا، انا عايزه افهم في ايه. ايه الحكايه؟ ولا انت فاكره نفسك انك كبرتي عليا خلاص؟ انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ عايزه اعرف ايه في مخك. يوه يا بنتي يا ضنايا، ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتني يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انت بص عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليك يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز الشباب. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر. وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرة. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي، خميس ده متجوز مراته، ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. اكيد هيتجوزها، اكيد دي عروسه. امال هتكون مين يعني؟ انا شفت امه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها بس ده قال عني مراته. ما هي لازم تعرف يا خايبه، دي كانت بتبص لي زي ما تكون بتواسيني. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ انا كان لازم اساله من دي، لازم اقول له جايه ليه. نفسي اتكلم بقى، نفسي اصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلمت هتكلم اقول له ايه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فارق يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة على الأقل ما كذبش علي. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري إن أنتي اللي خدتي القرار بنفسك من غير أي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ أنا قلت كده برضه، بس أنا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما أنتي عايزة. وهو قال لك كده؟ اه لا عنده حق في دي. ماشي. لا حفظتها فانسي فانس فانسي. طب انا مضطر اقفل دلوقتي عشان انا داخل على لجنه. باي.
باي باي. رخصك. رخصك رخصك. بطل غلاسة وقولي مين اللي كانت معاك دي. مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندورة السايحة اللي روحت جبتها لنا وعملتلي فيها مرشد سياحة وعملت فرجها هنا وهنا وقال ايه في الاخر روحتها. انت قصدك على ميس فريدة. ايوه ايوه ايوه، ده دي اخر سايحة موجودة عندنا في مصر، وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها. ما انا عرفتك عليها. ايوه مين ميس فريدة؟ خطيبتي. ماي فانسي. في ايه يا اخويا؟ فانسي ايه؟ علمتها لي باللغات. في منها؟ ده انا لسه كنت عند حنتومة. حنتومة؟ حندومك؟ انت لسه بتروح عند البنت الدجالة دي؟ غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها، وانا طبعا معاك زي ما هنجيب رجل التانية ونخلص منها مش كده. تانية مين ورجلي مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض حراره. كم مره قلنا بلاش تشاش ساعه ونخرج في الفسحه؟ فسحه ايه؟ انه مجنون ومكر صور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ انا زعلتك في حاجه؟ انا زعلتك في حاجه؟ طب ليه؟ انت عايز ايه من البت دي بالظبط؟ الجواز ان شاء الله على سنة الله ورسوله. طب واللي بينا؟ بينا؟ بينا يا مرات الخال. مرات الخال دلوقتي؟ بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال. والشقة اللي على المحارة والفرش اللي هنفرشه سوا والهجاجان اللي هنهجه مع بعض. ايه ده 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 ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ مش انت اللي خدتني من ايدي ووديتني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ادي اخرة مشيك وانت نايمه. ادي اخرة المشي وانت مش بتمشي وانت نايمه برضو، ولا انا فهمت غلط؟ اللهم اشفي مرات الخال، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى الاسلام. تعالى هنا كلمني. بنت انت؟ انا اسمي المعلم خميس. الكلام اللي بتقوليه ده طير فيه رقاب. احنا صعايده. كل اللي اقدر اعمله لك اني هعمل نفسي كاني ما سمعتش. فاهمه؟ نصيحه مني يا شو، ما تخلينيش هلمحك تاني. معقول يا ابو سنه الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني؟ انا مش قلت لك خميس ده وش الساعه من يوم ما خرج والايام بتخلع توبها الاسود والفرح عرف طريق بيتنا. دي فرحانه بالبيت ولا بالجواز يا حاجه؟ فرحانه بالحق اللي رجع لاصحاب. وكرامه؟ كرامه مال؟ حد دسلها على طرف؟ والضره اللي انت عجبيها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعه والتانيه بعجزها وخراسها؟ كلامك مش مريحني يا ابو سنه. البنت اصلها صعبان عليا يا حاجه، مهما كان دي امانه في رقبتنا برضه. ابو سنه مش حاجه يا حاجه، انا بس عايز اقول لك ان عظم التربه له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص عادش فيه فايده. انت ليه عايز تطفي فرحتي؟ انا مش عايز اطفي فرحتك ولا حاجه يا حاجه، انا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الاوان. انا خايف لفرحه زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض. احنا اخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقه في بعض. اوعى تنسى الحقيقه دي يا ابو سنه. انا ما نسيتش يا حاجه، بس الظاهر انت اللي نسيتي. نسيت ايه؟ نسيت ان ابو كرامه يبقى اخويا واخوكي.
شوق، شوق مالك يا شوق؟ انت مش سامعني؟ مالك فيه ايه؟ راحت عليك يا جلوفه. مين؟ ها زفته، ها علي صوتك مش سامع، بتقولي ايه؟ انا رمانه يا خميس. رمانه؟ اوعى تقفل السكه في وشي، في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا مش هينفع في التليفون، انا هطفش يا خميس ومش راجعه. بس قبل ما امشي ليك مصلحه عندي اقولها لك، وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر ابويا وامي، انا هستناك، ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا ابله، ده انا والمصحف الشريف صدقتك. ايه الحلاوه دي؟ ايش طيب يا بت، اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاك، يبقى كشفك في الضلمه، الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطره، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه براء؟ فدينا خلاص بح، هنكتب له شهاده خروج من الدنيا الليله. هتقتله؟ هاخد طار اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ اه بس. بس ايه مالك؟ مالك اتخدت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجه، بس خايفه عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، أنا مش راجع غير ودم أفندينا مغازى إيدي دول، عشان نقرأ الفتحة على روح المرحوم، وناخد عزاء وإحنا راسنا مرفوعة. ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جيتلك ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة بتردي عليا ساكتة ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ليه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة، محدش يتحرك، ارمي الساحة.
بتسلميني يا رمانة؟ بتسلميني الحكومة؟ هقتلك يا رمانة! هقتلك يا خميس! هقتلك يا خميس! هقتلك يا خميس! اتفضلوا معايا. قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده. فاهم؟ كله شمال. اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. في ايه؟ ايه الصرعة دي عشان ايه؟ هي ليه المهام اللي عندها؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجة؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومة طبت وخدتهم كلهم على المديرية. فريت ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكاية ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له وفي السكه احكي لك كل حاجه. هل مش وجع على طول اهو. يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءة كان عامل فيلم مع رمانة على خميس، لعبه كده كانوا مستتفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمه تسليم اهالي للحكومه. رمانة؟ مين رمانة دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصه دي؟ هي يا كبير قطة أفندينا واللي المعلم براءة ملموم عليها اليومين دول. طب اتنقي رزق وتلتا، وانت كنت معاهم رزق؟ كنت انا درجي من بعيد يا معلم، وأول الحكومة ما طبت علينا قلبت بالراحة كده عشان أجي أبلغ معاليك. وهما فين دلوقتي؟ يعني إيه براءة؟ براءة يا حاجة، طلعوا براءة، ما أنت عارفة ابنك ودماغه ناشفة. معاني الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر، وابن النوح كان هيلبس حكم جديد قوي، بس افندينا بقى حن وقلبه رق وطلعوا منها زي الشعره من العجينه ولا اجدعها بدران. لا الحكايه فيها ان خميس ما يعملش كده اوانطه، في حاجه في دماغه. دماغه ايه يا حاجه؟ بل بناها تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليله كلها. صحيح لعبتها بحرفنه وجرت رجل براءه ولا اجدعها خروف، وسلمته زي الكلب لافندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلتلك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس. أنا مش مصدقة روحي، معقولة خميس رجال وقاعد على الكنبة في بيتي كمان؟ احضني يا خميس، احضني عشان أصدق. مالك يا خميس؟ انت لسه شايل مني ولا ايه؟ ده انا رمانة، العشق اللي سكن روحك. مش ده كلامك ولا ايه؟ رمانة الميزان في سوق الحلاوة، مش انت اللي بتقولي كده؟ انت نسيت ولا ايه يا فندينا؟ المشكلة اني مش قادر انسى. انت عايز تنساني يا خميس؟ انت عارفة كويس انا عايز انسى ايه. اللي انا عارفاه اني حطيت روحي على كفي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك، حاولت اكفر عن غلطة عملتها غصب وقلة حيلة، دفعت عمري تمنها. كل ده ما يخليكش ترق وتسامح. شكلنا هنمضي ورقتين. ورقتين ايه؟ ورقتين دول ورقتين جواز. خليت بدران كتبهم ومضوا هنا شهود وانا مضيت هنا. بجد يا خميس هتتجوزني؟ بجد؟ ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي، ده انا وقعت من اول ما شفتك. هنا يا اخويا صح؟ اه معانا؟ وهنا كمان. لا على النور والله. دي ورقتك خليها معاكي. ورقتي وورقتك خليهم معاك. يتوب علينا ربنا. مبروك يا خموستي. كده؟ طيب ماشي ماشي. خلاص ماشي أنا هتصرف. بالسلامة. طمني يا معلم.
براء عمل ايه؟ ودوه فين؟ ما ترد عليا يا معلم. جوزك للمره المليون يلف الحبل حوالين رقبتنا ويسيبه في ايد خميس عشان يفضل يشد يشد لحد ما روحنا تطلع. مع انه كان وعدني هيجيب طار غريب الليله. ما كله منك انت. انت اللي عماله تزني زي غرام البين لحد ما خليتيها كبرت في نافوخه وخليتيه امن لعالمه ضحكت عليه وسلمته رخيص. انا مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. كل ما اقدم رجلي ترجعوني عشره. اعمل ايه يعني؟ هو فين دلوقتي؟ طمني بالكتير الصبح هيكون عندك. جاتكم الهم كلكم. خمستي يا احلى ليله جمعه. ما تصحى بقى. انا فين؟ انت فين ده؟ ايه انت عند رمانه حبيبتك؟ قصدي الساعه كام؟ طب صبح الاول وارمي بياضك بكلمه حلوه يا بنت. ما تبقيش ناكره للجميل بقى. هو في اطعم ولا لذ ولا احلى من ليله امبارح؟ طب ما انت فاكر اهو. اختشي بقى عشان بتكسف. اموت في كسوف انا ومزاجه ومزاجه ومزاجه. تربيت ايديك يا فندينا ورمانه ما بتكدبش. يا بنت انت لو كنت تربيتي لحظه لحظه واحده ما كانش ده بقى حالك. اخسى عليك يا بنت. بهزر بهزر بهزر. تصدق ان انت كنت وحشني قوي. شفتي بقى انك ما تربيتيش. مش بقول لك تربيتك. يا رمانة بتعششي في دماغ الواحد كده كأنك أفيونة. لا أفيونة إيه؟ إحنا نضرب شغلنا بقى ولا إيه؟ فرش أفغاني أوريجينال من اللي هو الطار الملاولي وده. والنبي ما أنا فاهمة حاجة بس بحبك يا فندين. وأنا معاك بحس إن كل حتة فيا كده على راحتها. أول ما تبعد عني بحس إن أنا مش عارفني. أنا تهت مني. أنا مش أنا. ده أنت عبصت كلنا في مخك. يلا نقوم بقى نشوف حالنا ولا إيه؟ إيه؟ يا بنت في كلمتين عايز أقولهم لك. عايز أقولهم بره. طب ما تقولهم هنا. ماشي. وبعدين كلمتين إيه دول؟ أوعى تكون ناوي تخلع مني. لا 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 الكلام الفاضي ده. أنا هتجوز يا رمانة. يا نهار اسود ومنيل. هتتجوز تاني يا خميس؟ هتخلي تاني؟ انت ليه واخده الموضوع على محمل شخصي كده؟ يا بنت ده جواز مصلحه. رجلي جت فيها غصب عني. ايه غلطه وندمان عليها؟ لا خليكي في عباسط احسن. مكيش دعوه خالص باغاني الفنان المحترم هاني شادر لان كل البوناته عندي. يا بنت دي بنت العمروتي باشا. جواز بيزنس يعني مصلحه. بنت العمروتي؟ اه بس انت مالكش فيه. انت مالكش فيه ولا ميت بنت عمروتي تعرف تزحزحك حته من قلبي. قفشه انت في روحي رمانه الميزان يا بنت مع ضعاضه في قلبي ولا يمكن تخرجي منه ولا بفرقه طبل بلدي. لا مؤاخذه يعني. مش مبروك. I love you. يا رمانه انت ناويه تسلميني ولا ايه؟ رد الفعل الغريب ده. أنا عملت اللي عليا وحذرتك. فاكرة لما قلتلك إن اسم أبو سنة لازما يعيش؟ ووجبت معاك ياما علشان تتجدعني وبطنك تجيب؟ لكن ما حصلش. يبقى أنا عداني العيب وعملت الأصول. عايزاكي تعقلي وتركزي وتوزني الأمور صح. أنت لا أول واحدة ولا آخر واحدة جوزها يتجوز عليها ويجيب لها ضرة تعيش معاها. وفي الآخر أنت عايشة في بيت أفندينا وكلها يومين ولا ثلاثة ونرجع للبيت الكبير. والبيت ده
واسع والخيل ترمح فيه، ما انت دايساه وعارفاه، وفي البراح كل شيء بيتدار. اوعى عقلك يوزك تنكدي على جوزك لما يجي، عايزاه ما يفتكرش الا ضحكتك وابتسامتك وانك انت خايفه عليه، وتتمني له الخير والسعاده. بنات الاصول هما اللي يفرحوا الفرح جوازهم، وانت بنت اصول. ما تحولش الحكايه لطار شخصي، انت يمكن تكون اخطات مره او اتنين، لكن اخطر حاجه بتواجه ضابط الشرطه انه بيوصل للحظه ما بيعرفش يفرق فيها ما بين مشاعره وبين واجبه، وانت كضابط شرطه واجبك يحتم عليك انك تكون على الحياد تماما، حتى لو كان عندك مشاعر حب او كره لاي طرف من الاطراف. صدقني يا فندم، اللي بطلبه من سعادتك ده ملوش اي علاقه بطار بيني وبين النوحة او افندينا. الحكايه كلها انها خطه في دماغي نربك بيها السوق ونوتر بيها الناس دي، يخرجوا من الشقوق نعرف نوصل له. العمليات دي مكلفة جدا يا ياسر، وانت لسه. انا عارف يا فندم، بس انا المرة دي هنبتدي بشكل مختلف خالص. احنا هنبتدي بالشقوق والغرز والدواليب، ضربة تحت الحزام للكبار يعني، وانا متأكد ان الضربة دي هتوترهم جدا. ده ملف يا فندم بكل تفاصيل الخطة. أنا موافق يا ياسر، ربنا معاك. متشكر يا فندم. زي ما بيقولوا اديني بقدم عربون المحب وطلعت قد كلمتي. عايز الصراحه لما كلمتيني بعد مكالمه رمان الاولانيه انا اتخضيت، وقلت الليله دي شكلها فيها عوق، وقلت روحي بلاش تروح. وايه اللي خلاك تروح؟ مكالمه رمان التانيه. مش فاهم. اصل انت لما كلمتيني وتاخد بالك في كمين منصوب لك من براءه ورمانه، دورتها في دماغي كده قلت لا، لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الايام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا، اديني قدمت السبت، وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك انا خرجت براءة من الحكاية دي عشان عارف انه مش هو المطلوب، عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي، وانا خدت براءه على حجري زي ما اتفقنا، ومستنيه بقيه الكلام. حلو، استمري بقى في السكه دي وانا هقول لك بعدين تعملي ايه. ماشي يا فندينا. والعاله وانا مستنياك. ماشي، مع السلامه.